بسم الله الرحمن الرحيم. الآداب التي يتحلى بها الصائم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، إن المسلم مطلوب منه أن يتحلى بمكارم الأخلاق وأن يتخلى عن الرذائل دائما وأبدا، ولا سيما في حال الصيام، ولا سيما في شهر رمضان، فإن الصائم قد باشر عملا جليلا يستدعي منه أن يصونه عن كل ما يخل به أو يتنافى معه. فيجب على الصائم أن يجتنب الغيبة، وهي ذكر الإنسان في حال غيبته بما فيه من الصفات التي يكره أن تذكر فيه مما يفهم منه تنقصه. والغيبة محرمة بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والغيبة من الصائم أشد تحريما وأعظم إثما، ولقد ورد أنها تفطر الصائم، كما في حديث المرأتين اللتين اشتد بهما العطش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما وصلت حالهما إليه من العطش فدعا بهما وأمرهما أن تتقيأ، فتقيأتا ملء قدح دما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حالة هاتين المرأتين وما أصابهما: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. دل هذا الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرا معنويا، بحيث إنها تبطل ثواب صيامه، وأما التفطير الحسي فإنها لا تفطره بمعنى أنه يؤمر بقضاء الصوم كما لو أكل أو شرب عامدا، بل إنما تفطره تفطيرا معنويا. هذا معنى ما قرره العلماء رحمهم الله. ويجب على الصائم أن يجتنب النميمة، وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، كأن يقول لشخص: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، يريد التفريق بينهما وإفشاء العداوة. والنميمة من أعظم الذنوب. قال تعالى: فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره بسبب النميمة، وأخبر أنه لا يدخل الجنة نمام. ويجب على الصائم اجتناب الكذب، وهو خلاف الصدق، بأن يخبر بما لا يطابق الواقع. والكذب من صفات المنافقين، وهو يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والكذاب ممقوت عند الله وعند خلقه. ويجب كذلك على الصائم اجتناب الشتم، وهو السب والكلام القبيح، فلا ينبغي للصائم أن يشتم أحدا أو يسب أحدا، لا مبتدئا ولا رادا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني فلا يرد على الساب والشاتم بالمثل، ترفعا عن ذلك ومحافظة على صيامه. ويجب على الصائم أن يجتنب قول الزور، وهو كل قول باطل كالكذب وشهادة الزور والفجور في الخصومات. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. وفيه زجر شديد عن قول الزور والعمل به حال الصيام، لما يحصل به من الإثم المقاوم للصوم والمذهب لأجر الصائم. فكل هذه الأمور يا عباد الله
الغيبة والنميمة والكذب والشتم وقول الزور كلها أمور دنيئة ينبغي للصائم أن يترفع عنها حفاظا على صيامه، وكلها أمور مؤثمة لا تتناسب مع الصيام بل تخل به وتذهب ثوابه وتجرحه. فينبغي للصائم أن يتعاهد صيامه من لسانه ويصونه. وكان السلف الصالح إذا صاموا قصدوا المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، كما أنه يتأكد على الصائم حفظ سمعه عما حرم الله، فلا يستمع إلى الأغاني والمعازف والملاهي، وحفظ بصره عما حرم الله فلا ينظر إلى النساء وما لا يحل النظر إليه، ويحفظ لسانه عما حرم الله فلا ينطق بكلام قبيح من شتم وغيبة ونميمة وغير ذلك. هذه بعض الأمور التي يجب أن يبتعد عنه الصائم. وأما الأمور التي ينبغي له أن يتحلى بها فهي كثيرة، ترجع إلى كل فعل حميد وقول سديد. فينبغي له أن يكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يخص شهر رمضان بمزيد إقبال على تلاوة القرآن. قد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وينبغي للصائم أن يكثر من ذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، لأن هذه الكلمات تثقل في ميزان المسلم، وهذه الكلمات من غراس الجنة. وأن يكثر من الصدقة وبذل المعروف وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف، فإن الأعمال تضاعف في رمضان أكثر من غيره، فالفريضة فيه عن 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه عن 1 فريضة فيما سواه، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره. ومن آداب الصائم أن يؤخر السحور إن لم يخش طلوع الفجر الثاني، لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما، يعني بين القيام بين نهاية السحور والقيام إلى الصلاة، قال قدر 50 آية، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. ويسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. أي لا يزال أمر هذه الأمة معظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة ومخالفين لأعداء الإسلام والمبتدعة بتعجيل الفطر. العمل بالسنة هو عين الخير والسداد، ومخالفتها عين الشر والفساد. قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس، وأنه هو الحكم الشرعي. وفي الحديث في الصحيحين وغيرهما إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الفطر. أيها المستمع الكريم، هذه جمل من الآداب التي ينبغي للصائم أن يأخذ بها حتى يصون صومه ويستفيد منه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياك بما أسمعنا وعلمنا، ويجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.